ها الماكلة ديالنا، الخبز، عفوا البصل والخبز. يعني هذه هي الغدا ديالنا فاش كنجيو نسرحوا ولا نجيو نديروا اي حاجه. ما كاينش ما صراحه اصلا ما كاين ما تجي من الدار من غير الخبز حافيه والبصل. صافي الحمد لله من من لقينا الخبز والبصله. امي كيفاش كتاكل؟ خمت مع صبايا سي ادم. جلس غدا، جلس غدا دغيا. خلنا نقول ديال حاجه اي تغداو معانا، مرحبا بكم. راه حتى الكلب عليه الجوع مسكين، عطيت له حقه ولكن ما شبعش حيت ما جبناش بزاف ديال الخبز. ها هو الجهاز هذا كامل تاعو. هذه هي الحاله ديالنا كما كتشوفوا. عيط له ادم يتغداو معانا. قول ما يتغداو معانا. باش يتغداو معانا يا حبايب. صراحه والله العظيم الخبز البصله زوين بزاف. اللهم الخبز والبصله ولا الجوع، حيت الجوع الجوع فينا صراحه. واخا يكون خبزه حافيه غناكلوها. فيك جردك ناطر فيها. بعد بارح عند رشيد. ويلي ما احتسنا ما عندها. ها. هي باقي عندها سنين هذا نقول. مهم خليكم معنا.